من باب الصدفة أن يلتقيا فريقا الدفاع الجديد والفتح الرباطي بقواسم مشتركة، نفس عدد الانتصارات الأربعة لكل منهما وخمسة تعادلات وثلاث هزائم، ما كانت إلا أن تفرض التعادل السادس عليهما في هذه المواجهة. مواجهة لم تغف فيها الأهداف فحسب، بل قلت فيها حتى المحاولات الهجومية التي أوحت منذ البداية أن نتيجة المباراة بين الفريقين لن تتعدى سقف التعادل السلبي. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه، فظل وفيا للتعادل دون أهداف، لكن هذه الجولة حملت أخبارا سيئة تهم الكسر الذي تعرض له المهدي الباسل إثر اصطدامه بزميله محمد النهاري، فنقل الباسل على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الجديدة بأمل ألا تكون إصابته بليغة، لكن الواقع كان أكثر مرارة بعد أن خضع اللاعب لكشوفات طبية. بالنسبة للمهدي الباسل فهو تعرض لإصابة في المقابلة لجماعة فتح الرباطي مع الدفاع الحسني الجديدي، فهو تعرض لإصابة على مستوى لاجومب ديال لاجومب دغوات، على إثرها جبناه للمصحة، درنا اون راديو ولقينا عنده فراكشور دو تيبيا، فراكشور ديبلاسي، دونك درنا اون موبيليزاسيون و ديسي دو جور ان شاء الله يفوا سفير اوبيري بور فيكسي لا فراكشور. كيف ما جا في الجامعة في مقابلة ضد فريق الدفاع الحسني الجديد، كان واحد الاتهام قوي مع المدافع ديال الفريق ديال الفتح الرباطي اللي الزميل ديالي محمد النايري، وكيف ما تعرف الجامعة أن هذه كرة القدم فيها الإصابات، والحمد لله تم غيشكر الجامعة اللي وقف معايا، وكيف ما قلت لك الحمد لله على ما قسم الله. تواصلت المباراة ولم تحمل في طياتها المستجد، فانتهت بلا غالب ولا مغلوب. كنظن أن نتيجة التعادل في مدينة جديدة فهي نتيجة إيجابية، وفريق الدفاع الحسني الجديد ماشي بحد الفريق اللي سهل، فريق صعيب اللي خلق لنا متاعب في هذه المباراة هذه، والحمد لله نقطة أحسن من لا شيء. مباراة صعبة طبعا، وإحنا يمكن اللعيبة النهاردة أدت بشكل كبير جدا، ونستحق إحنا كنا الأفضل المسيطرين على الملعب من حيث الانتشار، ولكن الحمد لله ما كانش في توفيق على المرمى إن إحنا نجيب جون. لو جي جون كنا مباراة كانت هتبقى أفضل من كده، ولكن الحمد لله برضو بتلعب فريق محترم مع جهاز فني محترم، الحمد لله على التعادل، خاصة الحمد لله في مكاسب كثيرة جدا من مباراة النهاردة. الدورة الثالثة عشرة أنصفت فريقين من فخ هزيمة بتعادل أرضى كل طرف.